مين الحمار اللي بيندق؟ ايه ده سيادة المدير، انا اسف والله انا فاكر حمار تاني. ايه؟ انا قصدي فاكر واحد تاني، فاكر واحد. وانت واحد تاني هتشتمه؟ انت اقل وظيفة هنا، انت الوحيد اللي تتشتم، مفيش حد تشتمه. انا كنت فاكره الزبال. في بنك فيه زبال؟ ايوه بيجي هنا كل يوم بديله الفلوس المقطعه يرميها. نعم. بتعمل ايه؟ والله امبارح مديله رز من الدولارات مقطعين، خدهم رماهم. انت مجنون؟ ليه؟ الفلوس دي بتتعدم. انا ما اقدرش اشوفها وهي بتتعدم، هو ياخدها يعدمها بره. والله منظر الدم ما اقدرش، ده غلبان. غلبان؟ ده جاب مرسيدس اول امبارح فرحت له. يا ابني جاب مرسيدس عشان بيضحك عليك. لا هو قايل لي واقع على واحد دهول بقاله فتره بيقلبه في فلوس. انت الدهول؟ ايه ده؟ انت الدهول، وهنكتشف كلنا في البنك ان انت الدهول مع الجرد السنوي، هتروح في 60 داهية يا اهبل. واروح في 60 داهية ليه؟ ما تدفعلي من اللي عندك، ما انت بتقبض على قلبك كده. يا عم بقبض انت هتعمل زي الناس اللي مش فاهمة، يقول لك ده شغال في بنك، يعني بيقبض فلوس كتير. يعني مش بتقبض لك يجي مليون جنيه. مليون جنيه؟ ده هم 800 ألف جنيه. كم؟ والله العظيم ما عارف أعمل بيهم إيه. القصر بتاعي مش عارف أجدده. كل حاجه مش عارف اجيب، مش عارف اغير الطياره لابني، اعمل ايه؟ ربنا يكون في عونك. زمن اخبر. طب وبتعمل ايه لما بتتزنق يا باشا؟ بميل على امي اخد منها 200 ألف، اخد من اختي 500 ألف، وهي ماشيه. انت بتمشيها ازاي؟ انت انا عايز اعرف. احنا عيله 17 نفر ساكنين في 5 متر ب 300 جنيه بنمشي كده في ال 5 متر. والله امي بتنزل لنا الاكل كده، مفيش. عايز تلعب ضغط تبقى عند الجيران رجلك وايدك عندنا في البيت. فيش المكان كنس ب 300 جنيه. 300 جنيه؟ ملوك. انت يا باشا ايام ما كنت خاطب كنت مدلعني كبسات من ساعه الجواز وبقيت لا مؤاخذه مفيش. لا لا لا، الخطوبه حاجه والجواز حاجه تانية. وانا خاطب كان مزاجي رايق. يا سلام. كنت اروح خطيبتي تقول لي ايه؟ يا حبيبي انا عايزه حبك، عايزه حنانك، عايزه قلبك. دلوقتي بعد ما اتجوزتها، يا حبيبي انا عايزه فينو، عايزه لبن، عايزه جبنه، عايزه بامبرز 7. ليه؟ بامبرز مقاس 7؟ هلبسه انا؟ لابنك ده قد ايه لا مؤاخذة؟ سدد وامن بايه؟ لا اله الا الله. والله العظيم ما بخلف. ايه ده؟ والله ما خلفت. امال ايه؟ سمراتي يا عيني عشان ما بتخلفش يعني، فمخها يعني تعب شويه، فتقول لي وانت جاي هات لي بامبرز، عايزه هدوم صغيره، وتقعد تلبسها. موضوع الخلفه ده مش تعب مراتك بس، كلنا انا والموظفين كلنا بنتكلم عليك، بقالك 5 سنين متجوز اللي ما مراتك حملت حتى حمل كاذب. يا اخي دي حاجه بتاعت ربنا. ونعمه بالله بس اجتهد شويه برضه. هو انت كنت معانا؟ مش قصدي ايه اللي اجتهد؟ اجتهد انت مجنون؟ يعني انت مفيش امل في الخلفه دي خالص؟ لا يا عم مفيش اي امل، الحمد لله. طب ما تقدم على طفل. هو قرض يا باشا. مش قصدي، قصدي اعمل طفل انابيب. طفل انابيب؟ ده ازاي ده؟ والله يملى عليك البيت، وكل شويه الواد يفضى رايح تملاه. ايوه صح. وطبطب عليه كده، اقول له معلش يا حبيبي، تن 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 تن، وتقول له يلا روح نام على سريرك، تدحرجه بس. وقبل ما ينام لازم اطمن عليه بالولاعه ومشيه عليه كده. ممكن يفرع في وش. شفت هو عيل ومال عليك البيت، بس ده بقى ايه؟ وتركب له بامبرز وتفرح بقى. لا ده ما تركبلوش بامبرز. امال ايه؟ تركب له جلده. ده طفل انابيب. بص يا باشا، انت مخك فوت بسبب موضوع الخلف، انا هسيبك وانضف البنك. يلا نضف كويس عشان انا تعبان صراحه شويه ومش فاضي. يلا كفايه هزار بقى. بص يا عم انت وهو، يعني البنك لسه ما فتحش، انا عامله من حقي ادخل يا عم وانسى. انت قلت مغيرين ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ بص ده بعدين سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت مين ده؟ انت قول له انت مين ده؟ انت يا حبيبي. ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ سيبه سيبه، شوف بيعمل ايه. برضه بدي تشرب الصغير. ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ ما اعرف بيعمل ايه، تسال انا. ايوه بس كده محدش هيعرف يقفشني. انت يا حبيبي انت بتعمل ايه يا بابا؟ خد تعالى هنا. بص يا عم. بص ايه ده؟ انت مجنون يا ابني. ايه يا عم انت ورا في ايه؟ ايه اللي في بتشوط مين انت؟ فين هنا راح فين؟ فين؟ اللي هو كيش كيش ايه يالا في ايه؟ بص يا عم انت سيبه يا باشا، سيبه يا باشا. انت مين يا عم انت؟ انا المدير بتاع البنك ده.
ايه ده الساعي يعمل لك شاي؟ انت يا ابني بتقول ايه انت؟ بقول له انا الساعي اعمل لك شاي. انت عايز ايه انت؟ لو سمحت في دولارات؟ ايوه يا حبيبي، ما ده بنك يا بابا. طب في ين؟ ايوه في ين يا حبيبي. طب في اورو؟ اه في اورو بالشوكولاته عندي جوه في البيت. انت مجنون يا ابني يا جدعان، ما تجنوناش. طب ثواني ثواني الحق دخلته انا من انت. تعالى بس، تعالى ثانيه، تعالى ثانيه بس، انا فاهمكم كل حاجه. الواد رسم لي البتاع ايه؟ تعالى كده. ايوه بعد اذن حضرتك بس عشان ابقى فاهم يعني. بس هو البتاع الباب الخروج اللي هو من ورا دوت من هنا صح؟ اه من هنا. اه تمام. والحمامات فين؟ الرجالي ولا الاطفال؟ الاثنين. الاثنين من هنا برضه. من هنا برضه. تمام. وده الباب العادي اللي الناس بتخش منه. ايه ده؟ ده رسم البنك بتاعنا بالظبط. ده هو هو بالملي. الله الحق صورته ايه؟ اه اسمني. وعاملين لك قرنين يا باشا، شكلهم عرفوا موضوع الخلفه. افضحني قدام العملاء، اصل رسمين البنك بالظبط والله. معلش انا اسف يا جماعه، بس هو اللي رسم ما كانش يعرف بيانات عنكم كويس. ممكن اخد بياناتكم؟ اتفضل. ماشي ثواني واحده. اوه بس حضرتك كده اهو، شاب اسمر ب 12 سنه، لا انا اسف 11 منزوع الديل، يشبه محمد مني، لا يشبه ريكو، يشبه ريكو، ومعه وائل كفوري. تمام شكرا شكرا. ايه ده كده؟ تمام. انا نفسي اعرف ده دخل ازاي والباب مقفول. انا مش عارف. وفين الامن؟ انت انت مين يا ابني؟ زغلول فين بتاع الامن؟ وازاي يدخل مني؟ مش انت مين؟ شويه وهتعرفه. ايه ده مجانين؟ ايه ده يا باشا؟ ايه الناس اللي هتجننا دي؟ لا هتجننا ولا حاجه. الكاميرات بتاعت البنك كله بايظه، ولا كاميرا بتصور، ولا كاميرا بتصور. اوصل لفرع الرئيس اجيب مهندس الصيانه عشان يجي يصلحها. ماشي يا باشا. ماشي. مش معنى ان الكاميرات ما بتصورش ان انت تقف زي المره اللي فاتت سلبوته وتقعد ترقص. تقلع وتقعد ترقص في قلب البنك عيب ما يحصلش. ده خيال ده يا باشا، انا راجل محترم. انت راجل محترم؟ انا اهلي بالسعيد يقطعوني، ايه اللي اقعد ارقص وقله القيمه دي؟ والله العظيم هخرج من هنا والمزيكا هتنزل وهترقص. ماشي ماشي. وهفكرك. انا همسح. هتمسح؟ ايوه. طيب ماشي يلا روح. انا بتاع وعامل لي مدير بنك. انا بمسح الحيطه اهو يا باشا. مش قلت لك انا هخرج من هنا والمزيكا وهترقص؟ والله عشان انا عارفك وعارف الاعيبك. وقت فراغ والله يا باشا، مش لاقي حاجه اعملها. وبعدين انت ايه اللي رجعك تاني؟ نسيت الشنطه بتاعتي. لا اجيبها لك. الشنطه موجوده في الدرج البني يا باشا. في الدرج البني؟ ايوه. والله العظيم هتجنني. اتفضل يا باشا. عايز ايه يا عم انت؟ انت بتشوط الفلوس؟ هي كرة؟ ما شطهاش على فكرة وربنا. يا ابني انت اول ليك يوم معايا في الامن هنا. ماشي. لازم تفهم وتفهم الحاجات اللي احنا بنعملها. بقول لك انت جايبنا البنك ده الصبح بدري ليه؟ احنا جايين نبيع لبن هنا يا عم. يا ابني احنا بنيجي نورد فلوس، لازم نيجي بدري عشان الناس لما تيجي تشتري فلوس تاخد فلوس تلاقيها. ايه ده؟ هو الناس اللي بتيجي هنا بتاخد فلوس؟ اه طبعا. طب تعالى نقف في اول الطابور انا وانت، احنا جايين بدري اهو. نقف اول الطابور الفلوس تطلع ناخدها كلها. يا ابني احنا رايحين جمعيه، سيب الحاجه. ماشي. سيب الحاجه هنا وتعالى هنا. ماشي. بص ايه، انت اتمرنت كويس في الشركه قبل ما تيجي؟ طبعا. طيب ماشي يلا. كيف تتعامل مع الحرامي؟ كيف؟ انا بسالك انت يا ابني. اه ده انت سؤال ليا انا. اه ليك انت. انا هعمل انا كاني حرامي وانت يلا هتتعامل معايا. ماشي ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ انت الحرامي؟ قفشتني. اه قفشتك. اصل انا والله العظيم مش بسرع عشان ده، عشان ابويا وامي والله العظيم. بس يا عم خلاص تاخد فلوس. خد واحد. خد يا عم اهي، خد خد فلوس. تاخد واحد كمان. هات كمان واحد. خد يا عم تعد انا يا عم. تاخد تاني. هات واحد عشان ابويا عنده السكر.
كل الا السكر. السكر غالي، ده تلاقي الكيلو ب7 جنيه دلوقتي. خد يا عم فلوسك. انت جاي تحل ازمه الشعب. بس يا عم تعبت يا ابني. بس اسكت بقى، صعبان عليا وربنا. يا بنت انت متخلف يلا. بس والله ما انت شحتفت جامد، قهرتني يا ابني. ما ينفعش الحرام يصعب عليه، ما ينفعش خالص مهما انت عمل. انت اللي عمال تشحتف. مهما تشحتف لو اتقطعت حتت قدامك ما تعيطش. حاضر، رجع الفلوس تاني. ماشي اهو. يلا، كيف تتعامل مع الحرام؟ كيف بقى؟ ده انت عبيط بقى انت يا ابني. كيف انا دي تاني؟ اه ماشي، انا هعمل يلا حرامي تاني. ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت الحرامي بتاع المره اللي فاتت؟ عارفني افشك من المره اللي فاتت. اصل انا والله العظيم ابويا وامي والله تعبانين قوي. يا ما بياكلش معايا الكلام ده، انا قلبي جامد. ما بياكلش معاك؟ لا اخويا لما عرف اتشل والله. اتشل قوي بقى، مش عامل كده. اتشل ولا تهبل يا عم؟ ايوه كده ازاي؟ خلاص يا عم سيبت انا. خد خد فلوس ايه يا عم وربنا، خد فلوس. خد واحد كمان وسامي. خد واحد تاني اهو يلا امشي من هنا. اتهطل يلا. انت متخلف؟ ليه يا عم؟ ما ينفعش الحرام يصعب عليك خالص. ما انت بتشحتف جامد قوي، والله انت مؤثر. معلش، معلش يا حبيبي. انت مش هينفع في شغلتنا دي خالص، انت قلبك حنين، تشتغل في محل ورد يا. اشتغلتش امن خالص. انا كيوت اصلا وربنا. باين عليك يا حبيبي، تعالى كده. انت فشلت في الاختبار الاولاني كيف تتعامل مع الحرام. أيوه. الاختبار الثاني الامن لازم يبقى عنده لياقه بدنيه. ايوه. تعرف تعوم يا؟ طبعا بعرف اعوم. اعتبر كان ده بسين وفط فيه. ده بسين؟ اه يلا. اوب يلا عوم بقى بسرعه. قوم يلا. انزل معايا يلا. ارجع بقى، ارجع كده، ارجع انت، ارجع انا جايبك دريم بارك يا هطل. ايه الشلالات؟ تعال نركب قطر الموت. مش انت بتقول هنعوم يا ابني؟ نعوم ايه يا ابني؟ يلا انزل. طب بالراحه وعوم بقى كده بقى. يلا يلا بقى يلا عوم. حلو، انزل معايا. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتركبوا غاز هنا يا حبيبي؟ انتوا مين انتوا يا بابا؟ احنا اللي جايبين الفلوس. طب وايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بنعوم يا عم، مش واقف البسين في ايه؟ انتوا شاربين حاجه صح؟ شاربين ايه والله؟ بسين. بسين يا ابني؟ دي ارض البنك. بنك ايه ده بسين؟ فين يا ابني البسين؟ انت مجنون؟ اعمل كده اهو اهو اهو. ايه ده عيل بيغرق؟ نط يلا. بقول لك انا هستناك عند البراميل قدام. براميل ايه يا هطل؟ ده بسين. مالك كده؟ الميداليه الذهب هتروح مني. جالي شد عضل. لازم نكمل. يلا يلا يا ضفادع. يلا يلا. بص بص اعمل دي. ايه يلا اعملها اعملها. الواد ده معاش طفولته خالص. انت بتاع كنافه بتعملوا ايه؟ بنلعب بنلعب في البسين. ايه؟ بنلعب في البسين. فين البسين ده؟ اهو. طب خد، عايز اقول لك على حاجه. الميه متلجه هنا. تعال تعال عندي. تعال تعال. المايه دفيت قوي. في ايه؟ انا سخنتها. ايه ده ايه ده انتوا بتعملوا؟ بس ارجع، مفيش طول هنا. ارجع تعال نلعب في الرمله ورا. ارجع تعملوا ايه؟ ايه يا باشا ده بنك محترم على اللي بتعملوه ده. عيب، ما ينفعش كده وانت بتتهيف معاهم. ما انا قلت اخدهم على قد حالهم. بس يا فندم، الراجل ده اول يوم ليه النهارده وبعلمه ازاي يبقى امن. مش قصتنا، مش هنا. ماشي يا فندم. بعدين امن ايه؟ انت مش شركه توريد اموال ولا بتقول الفلوس؟ اه يا فندم. فين مدام سعاد عشان تستلم مننا الفلوس؟ مدام سعاد لسه ما جاتش، ما تسلموهاش الفلوس غير ما تمضي على محضر الاستلام. غير كده ما تسلموهاش. وانت خليك شاهد على اللي انا بقوله. حاضر حاضر يا باشا. وما تدخلش اي حد من العملاء لغايه ما اجي. ولا هدخل حد من الموظفين، ما تقلقش. محدش هيخش بقى النهارده، مش ناقصه وش. نقعد كده البنك رايق، نقعد نعوم بقى وهنرقص مع بعض اليوم النهارده. تمام. يا بطل هيافه يالا. ماشي يا باشا. يا يمكن ربنا يكرمك في اي حاجه في الدنيا. خلاص خلاص، هوصل انا الفرع الرئيسي. ماشي. مش عايز اي استهتار هنا. ماشي، هحملك المسؤوليه. لا لا ماشي. يلا يلا في 60 ده يا باشا. نعم. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. انا بسمع حاجات عجيبه. يا روما يا روما. ايه يا رجل؟
رجاله. ايه يا معلم؟ انتوا بتوع الفلوس. احنا اللي بنجيب. انتوا الغلابه اللي بيشيلوا 200-300 جنيه في جيبهم ويخشوا معبيين فلوس كده. وربنا. وجايبين كام النهارده؟ جايبين 6 شوله، كل شوال فيه مليون. مليون جنيه؟ مليون دولار. كل شوال فيه مليون دولار؟ يعني 6 شوله ده بالمصري يعملوا 600,000 جنيه. ايه ده؟ انا اسف بس في كلمه، هو انت خريج ايه؟ تجاره. فهمت. انت شكلك خريج نجاره. يا ابهوات انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ مش جبتوا الفلوس؟ اتكلوا على الله. روح اعمل لنا كوبايتين شاي خلينا نصطبح. يلا ماشي، اروح بس اتكلم باسلوب احسن من كده. يلا ادي انت تجار من هنا. بص يا عم انت، هو دخلت عليكم جد من باب الوراني. ادخل يا عم ادخل. مش انا جريت والله العظيم، والمصعب مش انا. انت يا ابني خايف مني؟ لا مش خايف يا عم المصعب، انا اصلا ما ينفعش اصلا اموت، ما ينفعش اموت والمصعب دلوقتي يا ابني. والمصعب مش دلوقتي اموت يا ابني. انت يعني اصبر شويه، والمصعب ما ينفع، والمصعب انا مش يا ابني. انت بتاع الامن. والمصعب عادي والمصعب، والمصعب انا انسان عادي والمصعب. يا ابني انت بتاع الامن. انت بتاع الامن يعني انت الوحيد اللي تقف قدامي؟ لا ومصعب المفروض ما بقاش بتاع امن ومصعب. ومصعب لا ومصعب مش انا ومصعب. انت خريج ايه؟ خريج جامعه القاهره عادي ومصعب. انت عندي مجنون؟ لا ومصعب ومصعب ما تقتلني، ومصعب ما تقتلني، ومصعب لا ومصعب لا ومصعب حد يتكلم، ومصعب لا تقتلني، لا ومصعب لا ومصعب لا ومصعب لا. انت يا ابني خايف من مسدس؟ لا مش خايف من مسدس. امال خايف من ايه؟ خايف من شكلك انت والله. انت شكلك مرعب قوي والله. انا؟ والله يا عمو والله. لا ايه يا عمو ده؟ ايه يا عمو ده؟ لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده جن. ده جن. ده جن ده. انت عايز رقم سعيد؟ انا هقتلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاكل رجلك. لا 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 قول بعد الشر، قول بعد الشر. بعد الشر ايه؟ بعد الشر لا، قول بعد الشر ايه هنا ومصعب. لا ومصعب. هاكل ايدك. لا لا ومصعب لا، والمصعب لا ومصعب. ولا ايه ده؟ ايه الحرامي ده؟ ايه الحرامي ده؟ انت غريب قوي يا واحد. اقعد على جنب هنا يا ما تمشيش. اسحب 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 والمصعب. اسحب بسرعه. والمصعب اسحب. هاكل رجلك. لا لا بعد الشهر قول بعد الشهر قول بعد. رش والمصعب اسحب. رش اسحب والمصعب. روح هناك اهو المصعب. بس روح هناك اهو المصعب. اهو المصعب اهو. خد خد تعال. ايه مش انت اللي جيت سالت على الدولارات والفلوس؟ ايوه انا كنت متنكر. طب وشغال حرامي ليه؟ شكلك ابن ناس والله. والله العظيم انا اتعذبت، انا حياتي كلها مأساويات. طب ايوه انا اعمل لك ايه بحياتك؟ انا هحكي لك ليه بقيت حرامي. يا عم تحكي لي، انت جاي تسرق ولا جاي تحكي لي؟ يا عم انا عايز احكي لك. وانا مش عايز اسمع. وربنا لو ما حكيت لك لا تقلك. لا 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 سمعني سمعني. انا هحكي لك. بابا بتعمل ايه يا كلب؟ انا عايز ابقى دانسر. ايه؟ عايز ابقى دانسر. دانسر؟ عايز تبقى عربيه يا كلب؟ يا بابا مش عربيه، عايز ابقى راقص. راقص؟ اتعلم ازاي تبقى حرامي زي انا وبقيت عيلتي يا حيوان. ازاي يعني؟ هنادي لك امك دلوقتي تسرق منها 10 جنيه وتجيبها لي. طب ونسرق ليه؟ ما نقول لماما احنا عايزين فلوس هتديها لنا. بقول لك تبقى حرامي يعني تسرق. طيب ماشي انتهى. يا اعتماد اعتماد.
كنت فين يا اعتماد؟ كنت بحلق دقني يا حاج. وحلقتي دقني كلها وسايبه الحته دي ليه يا اعتماد؟ مشي حالك يا حاج. ماما ازيك يا ماما عامله ايه؟ ليه؟ ما اعرفش هو كده. بقول لك ايه؟ زولها وانا اسرق منها الفلوس. وحشاني يا اعتماد. وحشني يا حاج. البنطلون يا حمار. فين الفلوس؟ ايدك تقيله. انت مش هتتعلم تبقى حرامي غير بالضرب. ايوه. طب والله العظيم انت بتربوني غلط، انا هقتلكوا. لا بس ابو العيال يا اعتماد. تعالي مكاني عشان انا تعبت. اعتماد ابو العيال تعالي مكاني شويه بدرس. انا من غنيام اللي من يابا. برضو مش هموت. انت بقى هقتلك. تعالي سيب يا اعتماد. يا ابو استعمل هتحبك. ايوه صح. تعالي ما تموتنيش. لازم تموتي. مش عايز اموت. انت ممكن تكوني امي. انا امك يا حبيبي. تعالي فوق فوق فوق. وهي دي حكايتي يا عم. كنت هتموتني انت. ايه ابوك وامك دولت ولا سرحان ونفيس؟ الاعتماد. ما لازم تطلع شبه المعزه. ابوك ما اعتماد. ايه ده؟ ابعد عن انت. تعالى انت هو هنا. هات الفلوس اللي في البنك. اه يا عم روح. والمصعب خلاص. والمصعب. لا 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 والمصعب. حاضر حاضر. والمصعب كلاوي. والمصعب اغم كلاوي. والمصعب لا لا ايش امشي انا. ايه المصعب ده؟ هات يا هات الشغل دي فيها ايه؟ فيها فلوس في دولارات. هات هات شغل واحد. انا هديك. انا هديك والمصحف. اسكت. انا هديك. هقتلك. هديك والله. هتهديني ازاي؟ هغني لك والله اغنيه. والله هديك. هتعرف تغني لي اغنيه اللي بحبها؟ اغنيه لايقه عليك قوي. طب غني ايه؟ ده اغنيه لايقه عليك قوي. يا ما نفسي اعيش نس ناس موزو على قده كل اللي ناساني اسم موزو يتغدوا يتشقلب يضحك خلق الله يتشقلب يشقلب كله معاه نس ناس جواك وجوايا نس ناس نبوزة لغابة نس ناس جواك وجوايا نس ناس نبوزة لغابة نس ناس جواك وجوايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا تشتغلوني يلا يلا. لا مركز يا مصعب. خلاص هات يا هات الشغل شوال واحد من الحاجات دي. ما بيهداش والمصعب ما بيهدى. انت بتقول له نسناس هيتنرف ظبطه. ما هو نسناس ده ما شكله نسناس. انت يلا خلاص قول مصعب امشي. هات شوال واحد من الشغله دي. همشي والمصعب. حاضر اوديه فين حضرتك؟ وديه على الموتوسيكل بتاعي بره. حاضر ماشي ماشي. تعال خابي ياض. انت عامل الغاغه دي كلها عشان شوال واحد؟ يا عم انا حرامي قنوع ما بحبش الطمع. وبعدين هو شوال شويه. ما هو في مليون دولار. ايه مليون دولار؟ مليون زرار. احنا محل رفه هنا. انت كداب. ده بنك يعني في مليون دولار. سلام. انا هبقى اغنى واحد. خلاص امشي يا عم. خلاص امشي. ايه ده؟ اسكت. قوم يا بيه. قوم يا اخويا. يروحنا في 60,000 دايه بزببك يا زغلول. بس يا اثبت يا انت هو يا انت كنت فرخه في الارض. اقعد يا انا شبح يا دي انت هو يا انا ايه يا انا قليل يا انت ده شبح. ده انا مولعه يا مولعه. ايه ده انت كنت كلب. لا مش انا بقى. مش انا يا حبيبي. امال مين اللي كان؟ مش انا يا دي. مش انت يا دي. انت مش كنت تحت والمش عامل مش عامل كنت عم تعمل كده. مش انا يا حبيبي. امال مين انت؟ طب بتقول ايه يا دي انت؟ والمصعب ما تموتني. والمصعب والله انا اديلك. والمصعب مش انا. اوعى تقول اي حاجه. انا مراقب البنك كله. ماشي والمصعب ماشي. سلام. ماشي يا عم ماشي. في ايه انت هو يا؟ انت هتعمل راجل علينا احنا بس؟ في ايه يا؟ ما انت كنت كلب دلوقتي. لا مش انا يا ابني. مش انت. انت مش انا يا عم. مش انا
يا ابن انت والله. لا والله العظيم ما انا. هو شكلك. لا يا حبيبي لا ماليش دعوه مش انا. يا ابني مش في حرامي داخل على الباب اللي انت واقف عليه؟ لا مش انا. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا نبلغ البوليس. وهنقول للبوليس ايه ان شاء الله؟ هنقول له اللي حصل يا عم بسيطه جدا، دخل حرامي وثبت زغلول. لا يا حبيبي مش انا. لا يا حبيبي ما تشو مش انا ما تقولش كده لا. زغلول. لا يا عم مش هروح في داهيه. لا يا عم مش هلا. اسمع مني. هروح في داهيه وربنا، انت اهم واحد في الحكايه دي. تمام هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ تمام هنقول له ان انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام؟ دخل حرامي عليك ثبتك وخد شويه الفلوس وهرب. بقول له انت بقى ما دام حافظها انت كده. انت عارف احسن مني. هو يجي يقول له انت بقى كده. هو مين اللي يجي يا ابني؟ هو البوليس. لا اسمع مني احفظها انت عشان انت بتاع الامن. افهم مني. تمام هتقول له ايه؟ قول ورايا. أقول. انا كنت قاعد عند الباب الوراني. انت كنت قاعد عند الباب الوراني. انا بقى كنت قاعد فين؟ انت اللي لسه قايل. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. يا حبيبي. تمام؟ انت يا حبيبي. قاعد فين؟ يا حبيبي. لا يا حبيبي لا يا حبيبي. لا يا حبيبي لا. طب انت معترض على انا؟ مفيش في كلامي حاجه تعترض عليها. انت يا حبيبي انت او بتقول انت مش بتقول انا يا حبيبي. قول يا حبيبي قول. مالكش دعوه بيا. ايوه يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. انت كنت قاعد فين؟ يا حبيبي. مالكش دعوه بيا. ماليش يا حبيبي دعوه بحد يا تمام حبيبي. أنا كنت قاعد في كافيه. أيوه عشان كده البنك اتسرق. عشان كده اتسرق يا حبيبي، عشان ساب البنك وقعد في كافيه يا حبيبي، مش مهتم بالبنك يا بابا. أيوه يا حبيبي قول يا حبيبي. بقول لك إيه؟ ركز معايا. قول يا حبيبي. قول أنا كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. أنا كنت قاعد عند الباب الوراني للبنك. تمام؟ دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، دخل حرامي، عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، ايوه دخل حرامي، عامله نفسي نايمه. بقول لك يا عم انت هتعمل لنا عبيط، ده انا متخلف عقليا. عامله نفسي نايمه. ما تضايقناش. ايوه. اسمع الكلام. ايوه قول. تمام؟ ايوه حبيبي. دخل الحرامي. وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، ودخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه. انا هفهمك. ايوه. بص يا زميلي. بص يا صاحبي ركز معايا. ايوه تمام حبيبي. طالما انت بتحب الحاجات دي يا شبح. ايوه يا حبيبي. ماشي يا زميلي. قول يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. دخل الحرامي. تمام. ثبتك. لا مش انا. لا مش انا يا حبيبي. ما تلفش الكلام يا حبيبي وتوصل للي انت عايزه يا حبيبي. مش انا يا بابا. اوعى يا. لا يا حبيبي لا. لا انا لما اقف في حته محدش يعرف يعدي منها لا. قول يا حبيبي كمل. ماشي. قول يا حبيبي. يعني ده انت بني ادم مش قبل كده. لا كمل يا حبيبي اديك شفته. كمل يا حبيبي اديك شفته يا بابا. ركز معايا. مركز. ما تبقاش بني ادم براس كلبك. معلش. افهم الكلام. ماشي. تمام. ماشي. ما تجنناش. ماشي. احنا فينا اللي مكفينا. ماشي. قول يا حبيبي. دخل الحرامي. وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، عامله نفسي نايمه. يلا عبط عبط. اوعى. انت ما تقولوش دخل حرامي، كمل على طول. ما انا قلت له دخل ثبتني قال لي مش انا. ما انا مش عارف اقول له ايه. قول اللي بعدها. قول اللي بعدها. قول اللي بعدها. مش انا. المهم هتقول للبوليس الكلام ده كله. هقول له يا حبيبي. تمام؟ وقول انه خد مننا شوال. لا شوالين. هو شوال واحد. شوالين. افهم بس يا زغلول. افهم بس. شوالين يا. شوالين يا حبيبي. افهم بس افهم. ما ينفعش خالص شوالين. الواد خد شوال واحد بس. لا ينفع. عارفين ينفع ليه؟ ليه؟ ليه بقى؟ لأن الحرامي خد شوال. إحنا بقى نقول الحرامي خد شوالين. الحرامي مشي بواحد ناخد إحنا التاني نقسمه علينا يبقى معانا فلوس كتير قوي أغنية. صح؟ يا ابن الإيه؟ وليه؟ والمصحف ما فهمت منك ولا كلمة. أنا هشرح لك بلغة البني آدمين. أيوه. هو يقصد إن في حرامي جه سرق شوال وجري. أيوه. إحنا نقول للبوليس إن هو سرق شوالين، ناخد التاني نوزعه علينا. صح. أمين؟ أمين. عيب عليك. يلا يلا نبلغ البوليس بسرعة. يلا نبلغ البوليس. الفكرة دي جامدة وهتدلع. طيب استنوا أنا هداري شوال جوه في الحمام عشان يلا يلا أمجد وديه في الحمام الرجالي. يلا
يلا يا حبيبي بلغ الشرطه. يلا كلم البوليس. ايوه تمام. وقول له اللي انا حفظته لك هنا. ايوه يلا بلغ الشرطه. يلا يا سليه. يلا يا سليه. يلا يا استاذ مسيح بلغ وهنغني وهنرقص. يلا يا حبيبي يلا نبلغ الشرطه دلوقتي. انت شارب ايه؟ يلا يا حبيبي. زيروين 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 واحد اثنين اربعة ستة زيروين 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 واحد اثنين اربعة ستة زيروين زيروين اول زيروين 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 واحد اثنين اربعة ستة سبعة ثمانية ستة زيروين 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 اول زيروين 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 واحد اثنين اربعة ثمانية واحد اثنين. ناقص رقم. بقول لك ايه؟ زيروين اول زيروين اول. بقول لك ايه يا استاذ مزيكا؟ زيروين زيروين زيروين. بقول لك ايه؟ ما تسمعنا حاجة. وي 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 يا ابن انا عندي السكر ما تتعبش امي. الحنك دي احلى من عمر خيرت والمصري بتبسطنا. زيري من عاوز زيري من عاوز اطلب من البوليس. استنى بقى استنى. انت بتطلب البوليس ولا بتصطاده؟ الو بوليس النجده. ايه ده مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايه ده يا هشير؟ مدام اسعاد جايه. مدام اسعاد جايه. طب بقول لك ايه، هات تمن رومي. تمن جبنه رومي وبنص جنيه لانشو. وهات ب 2 جنيه زيتون مخلي عشان البيتزا. عشان عجينه البيتزا، عشان بذر بيقف في بقنا. يلا، سلام يا عبده، سلام. انت فين يا امشير؟ صباح الخير. صباح الخير يا امشير. ايه ده الفلوس جت؟ طب كويس، حضروا محضر التسليم علشان نسلم الفلوس دلوقتي ونعدها. ميعادك الساعه كام يا هانم؟ معلش يا امشير اتاخرت شويه. صغيرين والله. ما هو البنك مالوش ساعه يتكلم فيه. عرفت بتتاخر ليه؟ عرفت يا اسطى، انت وريتني الصور اللي انت قافش عليها. سيرك في الصور فظيعه. ايه ده، شفت الصور وهي مش لابسه؟ يا لهوي إيه يا عدالة. خالص كده طب في حاجات يعني خالص لا كده. وده يشيل شويه وده يشيل شويه. اشتكى يا صاحبي. اشتكى. ايه ده، هو انتوا شفتوا صور المصيف؟ لا مصيف ايه، كلها شفنا صور. ايه يا بيه؟ شفنا صور السبوع بتاعك يا هاني. وترشوا ملح بتغزوا العين. تستحم في الحوض ما تستحم في البني. ايه ده، انتوا ايه الاستظراف اللي انتوا فيه ده؟ احنا بس بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا جماعه. ايه ده، هي الفلوس جت؟ ده واضح انه يوم نشيط قوي. يوم نشيط، اليوم بيلعب ضغط اصلا. بقول لحضرتك، تعالى اقول لك بس. ايه؟ انا هاجي اطلب ايدك من ابوكي. انا اتجوز ساعي؟ لا ساعي ايه، انا والله محاسب اصلا. ايه ده بجد؟ والله رحت اقدم في بنك، كل الشروط مشيت عليا ما عدا شرط واحد، يعني مكتوب اجاده انجليزي معايا، كمبيوتر معايا، محاسبه معايا، تجاره كله معايا، هو شرط واحد اللي ما مشيش. ايه؟ حسن المظهر. قالوا لي انت حسن الاسمر. ما رضيش والله، بس انا محاسب اصلا. يعني انت ممكن تشتغل محاسب معانا في البنك؟ ايوه ممكن طبعا، بس هتلاقيني شغال بروح الساعي، يعني بدل ما اقول 3 زائد 4 ب 7 هقولها من الساعي، 3 زائد 4 ب 7 على ميه بيضة. مش هنفع، مش هنفع والله. انت ايه خفه الدم الزياده دي النهارده؟ انا بحاول افك لك اليوم من الاخبار اللي هتسمعيها. اخبار ايه؟ اصل انا عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. ايه الحلو؟ البنك. والوحش؟ اتسرق. يا نهار اسود، البنك اتسرق؟ ايوه طبعا. اتسرق ازاي؟ دخل علينا حرامي. والعامله نفسي نايمه، 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 ايوه والعامله حرامي، والعامله نفسي نايمه، والعامله نفسي. دخل حرامي وثبت الواد زغلول. لا مش انا يا حبيبي. لا مش انا يا بابا. مش انا يا حبيبي. مش انا يا بابا. عيب. ما تلفوش الكلام يا حبيبي. حوروش الكلام يا بابا. دخل حرامي وثبت علي ربيع. تمام. مش زغلول خالص. ايوه. وسرق من عندنا شوالين فلوس. سرق شوالين؟ ايوه. انتوا بتتكلموا على الولد اللي كان راكب موتوسيكل بره البنك؟ هو ده. لا بس ده كان شايل شوال واحد. لا يا حبيبتي، كان شايل شوالين يا حبيبتي. لا يا حبيبتي. حبيبتك؟ يا حبيبتي. حبك قرد والله. ما تحبنيش ليه يا حبيبتي؟ هو كان شايل شوال واحد. لا كان شايل اتنين. والله شوال واحد. ما تحلفيش بالله، عشان جهنم دلوقتي بتلم. جهنم دلوقتي ايه، بتلم كتير. اقسم
اقسم بالله العظيم كان شايل شوال واحد. لا ما تحلفيش يا حبيبتي عشان اتنين. انت شفتي التاكسي الموتوسيكل شفتيه منين؟ شفته منين؟ شفت الموتوسيكل منين؟ من اليمين ولا من الشمال؟ من ناحيتين. طب شفت بقى الموتوسيكل بتاع الواد صاحبه اللي كان الناحيه الثانيه اللي كان ماشي عكس؟ اه شفت. اه ده خد مخالفه ده. محبوس والله سنه سجن والله. فكرتني بذكرى صاحبي والله ذكرى اليمه والله. ده سنه سجن الواد ده والله. كله تمام يا ابو الزغاليل خلاص. زحلقت الحلويات؟ زحلقت ال حطيتها في الكبانيه. في الكبانيه كله في الكبانيه. انا بس بطمن على نصيبي. ايه القرف ده؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ احنا بنحط حاجتنا في الكبانيهات. ايه ما كله بيحط في الكبانيه في ايه؟ انتوا ايه اللي بتقولوه ده؟ هو بعيدا عن كل ده انا مش فاهمه ازاي البنك يتسرق بالسهوله والسرعه دي. اه اتسرق بسرعه. هنعمل ايه؟ بسرعه والله جدا. انا اقول لكم ازاي البنك يتسرق بسرعه. البنك بتاعنا ده اسمه ايه؟ كويك بنك. يعني البنك السريع. عشان كده اتسرق بسرعه. عارفه لو اسمه البنك الاهلي يتسرق بقى بتشكيل وخطه ومدرب ومش هيعرفوا يسرقوه برضو. قاعد لنا البنك ما تقلقوش. انا اتسرق بسرعه. ايه يا جماعه ثانيه واحده بس. احنا لازم كلنا نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا. ايه؟ البنك ما اتسرقش. ايه ايه؟ البنك ما اتسرقش. الفلوس هي اللي اتسرقت. بتقول لك البنك ما اتسرقش الفلوس هي اللي اتسرقت. عروستي الحق الحق انت يا ابني. احنا لسه ما مضيناش على استلام الفلوس. البس البس انت. ولا اقول لك ايه؟ ايه؟ العب العب انت. ماشي. ايه في ايه يا استاذه؟ فهمينا بالظبط تقصدي ايه؟ قصدي ان احنا لسه ما مضيناش على استلام الفلوس يبقى البنك ما اتسرقش. الفلوس هي اللي اتسرقت. صح. طب انتوا بلغتوا البوليس؟ كنا لسه هنبلغ البوليس. حضراتكم جيتوا علينا. لا يا امشير انت تبلغ البوليس ليه؟ المفروض البهوات دول هم اللي يبلغوا مش هم اللي اتسرقوا. ما هو برضو السرقه حصلت عندنا يعني لينا فيها حته. طيب خلاص انت عارف هتقول ايه للبوليس؟ اه طبعا عارف اقول له ايه. هي حاجه صعبه؟ اقول له دخل علينا حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. وانا دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. ولا داعي ان نفسي نايمه. ثبت الواد زغلول. لا مش انا يا حبيبي. لا يا حبيبي مش انا. دخل حرامي ثبت الامن اللي كان على الباب وخد من عندنا شوالين فلوس. ثلاث شوالات فلوس. الله اكبر. دي طلعت معانا بقى كده الشغل. احنا كده بقينا نص دسته اشرار. لا ثواني انت تقصدي ايه بالظبط يا استاذه؟ دخل الحرامي ثبت زغلول واخد ثلاث شوالات فلوس وهرب. انت ايه اللي بتقوليه ده يا مروه؟ ما انت سامعاهم بيقولوا خد شوالين بس. بصوا بقى يا جماعه ركزوا معايا كويس قوي. دلوقتي البنك اتسرق يعني اللي حصل حصل خلاص. وشويه والنيابه هتيجي تحقق واحتمال ياخدوكوا يحبسوكوا كام يوم كده على ذمه التحقيق. وانتوا طبعا عارفين الحبس كام قلم على كام شلوت على شويه كهربا. انتوا داخلين على بهدله. ينفع بقى تتبهدلوا ببلاش؟ لا نتبهدل بفلوس. انا ما ينفعش يعني نتبهدل بفلوس طبعا معروف. بس احنا كده هنروح في داهيه. لا احنا مش هنروح في داهيه يا حبيبتي. احنا هنروح كبهرهات وهنجيب بنات. والفلوس دي هتدلعنا. احنا هنتدلع بالفلوس دي يا حبيبتي. مدام اسعاد ممكن بس ثانيه واحده؟ انت عارفه دول مليون دولار. عارفه يعني ايه مليون دولار؟ وتعبي الدولار بكام دلوقتي؟ بكام؟ الدولار ب 7.80 قرش. شفت ازاي؟ شفت؟ لو تقسموا علينا احنا السته كل واحد هيطلع له مش اقل من 160,000 دولار مثلا. وهتبقي اسعاد يونس بعد كده مش اسعاد بقى. والله هتبقي مليونيره. يلا. ايوه بس دي تعتبر سرقه. بس تعتبر سرقه. شوف انت قلتي ايه؟ قلتي ايه انت؟ تعتبر سرقه. ما قلتيش سرقه صح، قلتي تعتبر. لما ما تبقاش تعتبر تبقى سرقه. طب احنا كده بنكذب وهنودي الولد في الستين. قلتي ممكن. لا ما قلتش ممكن. لا قلتي ممكن. والله ما قلت ممكن. اسكتي. اقسم بالله ما قلت ممكن. اسكتي يا حبيبتي. قلت ممكن ولا لا بدوي؟ قلتي ممكن بدوي مين؟ انت بقى ولا جاي في بدوي يعني ما هو فوتت الفات كله. ممكن قلتي ممكن. يا مدام سعاد اسمعيني وركزي معايا. دلوقتي التامين هيرجع المبلغ وكل حاجه هتبقى تمام ما تقلقيش. يلا بقى يلا بقى فرحينا وقولي موافقه بقى. سمعينا حلاوه الاه. يلا زغراتي زغراتي يلا فرحينا بقى. خلينا نجيب بيبس. يلا خلاص يلا فرحينا. استغفر الله العظيم يا رب يا رب. خلاص
خد 3 شوالة. ايه امجد؟ ايه يا معلم؟ ايه الشوال ده هتاخده توديه بقى؟ بس بس هوديه في الحمام الرجالي، ما انا فاهم. يلا انت غبي، ما اللي فات وديناه في الرجالي. يا بنفهم، ما انا لما لقيت اللي قبليه محشور قمت حاطه في وشديت عليه السيفون. ايه يعني المكان فاضي جوه ما فيش ولا تنط تجيب الشوال ده وتاخد ده تحطه في الحمام الحريمي. حاضر ماشي. يلا شغل مخك. ماشي يلا بينا. بقول لك ايه، جاي سبق. يلا لا اخد الاسود عشان سريع. لا انا هاخد الابيض. لا انا اخد الاسود. شحسان شحسان، ربنا يكون في عونك راكبك فيه. شحسان يا ابني وسع. يا ابني انت في اللعب قرود. يا ده فموت على هنا. خد تعالى هنا شيل الشوال ده. خد تعالى انت يا ابني، خد الشوال ده وديه في الحمام الحريم. ماشي خلاص. يلا خد خد تعالى، عايزين نبلغ البوليس دلوقتي. يلا نبلغ. يلا نبلغ البوليس. يلا نبلغ البوليس. يلا بلغ الشرطه. يلا نبلغ الشرطه. يلا البوليس الحلو. يلا البوليس. يلا نبلغ البوليس. يا عسل يا امتي يا اختي يا اختي يا اختي. يلا نبلغ الشرطه. يلا يلا ديري 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 عادل بيه المدير. عادل بيه. طب خليه ب50 جنيه جبنه رومي وب10 جنيه لانشو وهاتهم كلهم. يلا سلام. ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. ايه التسيب اللي موجود في البنك ده؟ معقوله؟ معقوله؟ ايه اللي بيحصل؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ ايه في ايه؟ انت مش مكانك قدام البنك؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انا دخلت جوه. انت مكانك فين؟ مكاني بره. ايه اللي دخلك جوه؟ الزمن. الزمن هو اللي جابني هنا. انت مفروض فرد امن، يعني مفروض تبقى قدام باب البنك. ده المفروض بقى. لكن في هنا مشاكل حصلت، دخلت اتصرف. نعم؟ في مشاكل حصلت. عملت ايه؟ دخلت اشوف بنفسي اتصرف. انت تتصرف ليه؟ انت مالك؟ عشان ايه؟ ما هو يا باشا اصل حصل مشكله وكنا لازم حصل مشكله وكنا لازم نبلغ. انت تبلغ ليه؟ وانت تبلغ ليه؟ انتوا مش مشكلتكم ان انتوا تبلغوا، انتوا تقولوا للاساتذه، الاساتذه هم اللي يبلغوا. استاذ عادل. نعم. البنك اتسرق. ايوه ده مش معناه انه مين؟ البنك اتسرق. البنك ده اتسرق؟ ايوه. البنك بتاعي اتسرق؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني اتسرق. انت فرحان؟ امال ايه؟ البنك اتسرق. ايوه البنك بتاعنا اتسرق. اتسرق خلاص. انا قلت له مش عايز المجنون ده، قلت له مش عايزه. البنك اتسرق. يا نهار اسوح. أيوة. يا نهار اسوح. ده انا باديها من صغري. أيوة. انا بادي من اول بنك الحظ لغايه هنا. ايوه ايه اتسرق خلاص. البنك اتسرق منه ايه؟ اتسرق منه شوالين. سرق كام؟ انا هقول لحضرتك القصه. هو القصه دلوقتي بالظبط ان دخل علينا حرامي. تمام. دخل ايه؟ دخل علينا حرامي. ولا عامله نفسي نايمه. ولا عامله نفسي نايمه. عامله نفسي. دخل حرامي ازاي؟ ثبت الواد زغلول. مش انا يا حبيبي. مش انا يا بابا. مش انا. مش انت؟ انت ما كنتش واقف بره؟ لا مش انا. انت كنت واقف بره ولا لا؟ كنت واقف. يعني الحرامي دخل عليك. مش انا. انا مش فاهم. في حد بتاع عامل تاني غيرك؟ ماليش دعوه. سرق قد ايه؟ 3 شويلة. 3 شويلة يعني 3 مليون دولار. يا نهار اسوح يا نهار اسوح. انا مش فاهم. انا مش فاهم. فين استاذ امين؟ الاستاذ امين راح المركز الرئيسي. راح يبلغ؟ لا ما هو ما سمعش لسه على السيره ده. هو راح يبلغ ان كاميرات المراقبه بايظه من امبارح. كمان الكاميرات بايظه؟ كمان الكاميرات بقى هعمل ايه؟ انا اتخرب بيتي. الكاميرات بايظه. طب انت مضيتي على محضر الاستلام؟ لا لسه. طب الحمد لله كده البنك ما اتسرقش. ايه ده؟ البنك ما اتسرقش. اللي اتسرق الناس اللي جابوا الفلوس. احنا لغايه دلوقتي ما استلمناش الفلوس. ده وضع طبيعي يعني. كويس قوي. بلغتوا البوليس؟ لا كنا لسه هنبلغ حالا حضرتك. خلاص يلا تعالى نبلغ البوليس. طب حضرتك مش هتفكر شويه؟ نعم. مش هتفكر شويه؟ فكر في ايه؟ فكر يمكن الفكره تجيلك. في شويلة في شويلة في شوالين. مش فاهم. هما مش سرقت شويلة اتسرقوا؟ فكر بقى. فكر في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم. فكر في الفكرة.
فكرة ايه؟ البنك اتسرق، ثلاث شوالات تاخده، اعمل ايه؟ اه ممكن يحصل ايه؟ نبلغ البوليس. معرفتش بقى. خلاص. زيديني. ضخامت ليه يا ابني؟ عشان انا معرفتش. زيديني. انت جاي تغني. يا استاذ امين. ايه ده؟ عادل بيه انت جيت؟ عادل بيه. صباح الخير. انت كنت فين يا استاذ؟ رحت طبعا تبلغ عشان الكاميرات. ابلغ ايه؟ كاميرات ايه؟ البنك اتسرق. ايه؟ البنك اتسرق. اتسرق امتى؟ ده لسه سايب البنك ورايح المركز الرئيسي. اهو ده اللي حصل يا بيه. الكاميرات كانت بايظه ورحت اصلحها. اه لكن كل ده حصل لان حضرتك مش موجود. حضرتك المفروض تبلغهم بالتليفون مش تروح لهم لغايه عندهم. بلغتهم بالتليفون وما حدش سمع كلامي. المهم دلوقتي يا جماعه احنا عايزين نبلغ الشرطه. إيه الدفتر. تمام. إيه؟ تعال. ايه؟ تعال. انت فاهم حاجه؟ لا. عايزك تعلق بره يافطه ممنوع الدخول. ماشي؟ ماشي. مش عايز اي عملاء يدخلوا. ماشي. وتعلق من جوه يافطه ممنوع الخروج. حاضر. عرفت هتعمل ايه؟ انا هعمل يافطه مكتوب عليها بقى ممنوع الدخول والخروج عشان في ايه؟ في مشكله جوه. يا ابني انا عايز يافطه بس بره ممنوع الدخول ويافطه جوه ممنوع الخروج. معلش احنا هنعملها بقى يافطه واحده نحط عليها الكلام ده كله ونعملها ايه؟ دايره مدايره كده. نعملها ايه؟ دايره مدايره، جايبه بقى كده ايه البنك كله، جايبه كده دايره مدايره ونجيب كهربائي بحيث يحط لنا لندا ليلول في ال لندا ايه؟ لندا ليلول. ليلول؟ اه عشان يظبطنا الاضاءه عشان نظبط البنك. والله قلت لهم مش عايزه. انت مجنون. لمبه ايه؟ ليلول عشان بالليل هتشتغل بالليل ونحطها كده بره. انا عايز دلوقتي حالا يافطه تعملها بره ممنوع الدخول. لا نعمل يافطه، نعمل يافطه ونجيب الوان ونلون ونعمل يافطه جميله دلوقتي. ثواني دلوقتي. انا مش عايز منك حاجه. ماشي. انا بلغ البوليس بنفسي. ماشي بلغ الشرطه. ماشي. انت لا يعتمد. عشان كده الحرامي دخل ثبتك. ماشي انا. لا مش انا. لا مش انت. لا مش انا. ماشي انا اشوف الحكايه دي. انا ماشي وانا اروح اجيب يافطه. لا احنا نبلغ البوليس حضرتك. يلا بقى. استنوا بس قبل ما تبلغوا البوليس. بس ايه؟ عايز ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل حكام نيله بنيله وانت رايح تتدلع يا بيه في المركز الرئيسي. انت يا بني ادم انت ازاي بتكلمه كده؟ انا انت ساعي ما تنساش نفسك. بشد الموظفين بس. دي شغلتك؟ لا سيبوا البوليس دلوقتي. عادل بيه عايزكوا يا جماعه ضروري. بقول لك ايه يا امين؟ الحكايه دي فيها سر. في التوقيت اللي الكاميرات بتبوظ فيه البنك بيتسرق، واضح ان في حد معانا بيعمل حاجه مش مظبوطه. طبعا. في حد كان موجود ساعه البنك لما اتسرق؟ اه احنا بس ما شفناش الحرامي كويس، يعني كان هو جاي ملثم. مدام اسعاد. أيوة. انت كنت موجوده؟ لا هو انا كنت بركن بس شفته بره، والشارع كان فاضي ما حدش غيري كان فيه. يعني الشارع كان فاضي خالص؟ اه. انت بس اللي شفتيه؟ ايوه. هو سرق قد ايه؟ سرق 3 شويله. 4. كلام الشارع فاضي يبقى 4. ايه الكلام ده؟ سرق 5 يا استاذ. لا بنعمل مجهود. بقالنا قد ايه شغالين في الشغلانه دي؟ سرق 5. 5؟ ايوه. لا يبقى مبلغ البوليس بقى، بس الاول اجيب امجد يخبي لنا الشوالين دولت. يا دي امجد. ايوه. خد خبي الشوالين دولت، ابني لهم حمام مخصوص وحطهم فيه. يعني انا هاخد شوالين واسيب السادس يعيط؟ يا عم خده تبسي ليك. الف شكر يا عم. انت بتبقشش من جيبك، انت مالك انت؟ فلوس سرقينها كلنا. سرقينها كلنا؟ انت هتفضحنا قال. احنا ازاي يعني ساعي يبقى مشاركنا في السرقه يعني؟ مش معقوله. ما يصحش يعني. طبعا. وبعدين؟ خلاص نبلغ البوليس. يلا, يلا بينا نبلغ البوليس بسرعه. استنوا طب هكب الشوالين. يلا. بسرعه. الو؟ الو؟ بوليس؟ البوليس؟ 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 ايوه انا بسال، ايه البوليس؟ الو الو البوليس البوليس. انت بني انت بني ادم. طب اقفل انت الاول. يلا انت بني ادم. باي يا بيبي باي. انت بتكلم مين؟ البوليس جاي. خلاص كلمت البوليس. اه بلغته جاي بس. حلو قوي كده يا جماعه كده. تعالى ادينا يالا. انت فاكرني اروح انام واسيبك ولا ايه؟ مش عمالك وربنا لا يقتلك. مش عمالك دقيقتني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما هو يا عم بيثبتك اهو. لا مش انا. لا مش انا. لا مش انت برضه. اه لا لا مش انا. ربنا لا.
ولا ما تهجمش عليا يا ما تهجمش يا بخاف يا ما تهجمش يا بخاف يا ابني امشي امشي ايه ده ايه ده ما تهجمش اوعى ما تنامش عليا ما تهجمش لا 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 انت ايه ده ايه ده تعمل ايه يا بخاف يا سيادة ابن الناجي بسيب بقي بسيب بقي يا سيادة ابن الناجي بسيب بقي يا باشا حضرتك انت الحرامي اللي جه سرق واضح طبعا ايوه شكلك باين يعني فعلا متوظف صح صح حضرتك الحرامي عايز ايه دلوقتي بص يا جدعان اصل انا بصراحه قعدت افكر بيني وبين نفسي طلعت حمار يعني ايه اخد شوال واسيب الباقي لا انا جاي اخد بقى بقيه الشواله ايه ده هو مش انت كنت خدت شوالين لا حضرتك والله العظيم انا واخد شوال واحد بس ثانيه واحده انتوا مش قلتوا انه خد ثلاثه ايه ايه المكان اللي كله نصابين ده اللي انا شغال فيه يعني انت كنت هتلبسيني بقى الليله طب كويس بقى اللي انا عملت حسابي وفكرت وجيت هنا ايه يعني عايز ايه دلوقتي حضرتك يا ابني انت ما بتخافش من البوليس لا ما بخافش تيت اجابه صحيحه 1-0 فريق الحرامي على فريق البنك يا جدعان يا جدعان افهموني انا في الاول كان معايا موتوسيكل واحد تمام عشان كده خدت شوال واحد قمت انا عملت ايه بقى بعت الموتوسيكل وجبت 6 موتوسيكلات عشان انا اخد بقيه الشواله اللي موجوده دي كلها بقول لك ايه يا عم انت خلاص ما بقاش فيه هنا ولا شوال احمد ربنا بقى على الشوال اللي معاك يبقى انتوا بقى عايزين الواد دوت يموت لا والمصحف ليه؟ ليه والمصحف؟ مش هي هي يا جبان والمصحف مانا اهو لا مش مين لا يا الشواله فين انت؟ اقول لك خلاص اقول لك والمصحف اقول لك هو الواد الطويل ده خبى واحد في حمام البنات وواحد في حمام الولاد تمام انت ادي امجد ولا يا امجد يا باشا ايوه هات ياد الشواله اللي الواد قال مكانه والسادس ده اعمل فيه ايه؟ هاته كله حملها على الموتوسيكلات بره كلها ماشي حاضر يعني انت خلاص هتاخد الشواله دي؟ هاخد الشواله دي ديل اور نو ديل ديل يا عم طب ما تسمع عرض البنك عرض ايه حضرتك؟ عرض البنك عرض البنك دي مايا دياب والله عامله فينا عمايل مش انت يعني طب حضرتك دلوقتي انت سرقت كل حاجه انت حضرتك يعني مش خايف وربنا ما خايف يا جدعان انا جاي هنا عشان اخد كل حاجه ايوه بس يعني معقوله يعني حضرتك الواد اللي انت امنته ده ها ياخد الفلوس ويهرب بيها لا حضرتك فاكرني هوا ولا ايه انا جايب صحابي كلهم واقفين بره ولو ما خرجتش في ظرف 3 دقايق هيفجرونا كلنا ويقتلوا الواد ده يا عم هوا يا عم مش انا يا عم طب حضرتك الحقه بقى قبل ما يجري طيب ماشي انت يا حرامي إيه؟ خلص اللي انت بتعمله ده بقى زهقنا خلاص يا جدعان انا ماشي مش هتشوفوا وشي تاني هات السندوتش ده يلا بسرعه نبلغ البوليس بسرعه يلا بسرعه نبلغ البوليس يلا نبلغ يلا الحقوه قبل ما يهرب على الشرطه الو ايوه ايوه الشرطه ايوه انا الشرطه ايوه حضرتك دلوقتي في واحد جه ثبت لا مش انا لا مش انا انت بترد عليا ايه ده ايه ده في ايه انت بترد عليا هو ده مفلت على ده مفلت يعني ده بيفلتوا على بعض منفذين على بعض منفذين على بعض على طول انت بلغت الشرطه انا لا اهو ببلغ اهو لا ما تبلغش خلاص انا بلغت ماشي يلا بس اكيد الشرطه هتتاخر اكيد هو ده البنك يا حضره الضابط تعالى هو ده البنك صباح الخير صباح الخير كويس ان حضرتك جيت بسرعه جدا ما شاء الله الشرطه اتغيرت خالص يعني عادل بيه ايوه ده المهندس اللي جاي من الفرع الرئيسي يصلح الكاميرات حضرتك المهندس هنا اهو كاميرات بايظه للاسف ما صورتش اللي حصل كله يعني لا 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 الكاميرات شغاله وما فيهاش اي مشكله كاميرات شغاله ازاي حضرتك الشاشات اللي عندنا بايظه مش كده الكاميرات بايظه لا الكاميرات شغاله اللي مش شغال الشاشات وانا عندي شفت كل اللي حصل هنا على الشاشه الرئيسيه هناك في البنك المركزي يعني كل اللي حصل هنا اتصور صوت وصوره يعني حضرتك شفته لما الحرامي دخل خد شوال وبعدين لما رجع خد الخمسه التانيين وشفنا الواد اللي خبى الشواله في الحمام ومين اللي قال له خبي واحد والتاني قال له خبي اتنين وكده شفت كل حاجه شفنا كل حاجه كل حاجه وعرفنا مين خد شوال ومين خد شوالين لا مش انا لا انتوا ايه حضرتك يعني واضح ان كده كل حاجه باينه بس حضرتك دي كانت نيه بس لكن ما حصلش ان احنا خدنا الفلوس لكن في النهايه برضو